السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله أنكم بخير وصحة ونعمة. شكرا شكرا يا شباب، شكرا كثيرا على هذه البطولات الجميلة جدا جدا جميلة. زي ما تشوفون، زي ما تعرفون، الأسابيع الماضية، ثلاثة أسابيع الماضية سوينا ثلاث بطولات، كلها بطولة الياقوت، الزمرد والتوباز. كانت قوانينها أن بطولة الياقوت تكون فقط S30 وأحمر، لعبة أحمر فقط. بطولة الزمرد يكون S30 وأخضر، والتوباز يكون S30 وأزرق. وقبل أن نبدأ، أحب أشكر جميع اللي شاركونا، جميع اللي حضروا البطولات، وجميع اللي ساندونا، وجميع اللي بعد تكفلوا بالهدايا. الله يجزاكم خير كلكم. وشكر خاص للمنظمين اللي معي، كلور بيكا وكوازار، شكرا شكرا جزيلا من كل أعماق قلبي. بصراحة أنتوا فعلا متعتوا الجمهور، متعتوا الناس، وما أعرف شو أقول، والله ما أعرف شو أقول صراحة. أنا شوي أبكي صراحة من الجهد الجبار جالسين كلكم كلنا نسويه، سواء أنا، سواء كوازار، سواء الداعمين، سواء الجمهور، كلكم، كل واحد يحسب له شيء في هذه القناة أو في هذه أو في الكوميونتي هذه حقت سباسة باللي بالعربي. الله يعطيكم العافية كلكم، وإن شاء الله كلاب يعني تشوف اللي إحنا نسويه وتدعمنا كلنا، وفعلا تقول أن العالم العربي من أفضل الناس اللي يسوون البطولات، وأفضل الناس اللي جالسين يعني يساعدون في اللعبة ويستمتعون فيها بإذن الله. طيب، راح نتكلم عن ثلاث بطولات بشكل بسيط، أوريكم الناس اللي شاركوا فيها ومين اللي من الفائز فيها. بالنسبة لبطولة الياقوت، كان فائز معنا أخو محمد نجم الفائز الأول، والمركز الثاني كان جي تايجرز. فهذول أسماء الناس اللي شاركوا معنا، أعطيهم العافية. بذكر أسماء عشوائية: جالاكتيكوس، عمر، مي عمر، فهد، كلوربيكا، أبو صقر، بس جنجل، أحمد، ميدو، عبودي، وايت، آدم سيد. شكرا كلكم على انضمامكم لبطولة الياقوت، وشكرا على لعبكم الجميل. بطولة الزمرد كان فائز معنا هو ميو عمر، وكان المركز الثاني بعد مرة ثانية جاي تايجرز. جاي تايجرز حظه مش موفق، مسكين دائما يوصل في النهاية هو يخسر. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. فكان بعد المشاركين كانوا ناصر الدبل بوس، هدير، ايس، ميمو، ابو صقر، كلورفيكا، جيم، عبودي، وليد، بلو دراجون، موجو. شكرا كلكم على حضوركم هذه البطولة ومشاركتكم فيها، فعلا كانت جميلة، وإن شاء الله أنكم أنتم بعد تونستوا وتمتعتوا في البطولة. آخر بطولة كانت معنا اللي انتهى منها قبل شوي، أعطوا خلصتوا سات فيديو سريع سريع حامي، هي بطولة التوباز اللي كان فيها معنا ذا زيرو. كانت مباراة نهائية، واو، مباراة فعلا كانت واو، بين ذا زيرو وبين موجو سوبر ستار، واو. ما أقدر أقول إلا لازم ترجعون للبث الحي وتشوفون البطولة وتشوفون المباريات، كانت جدا جدا جبارة وجميلة. فهذا اللي شاركوا معنا، شكرا جزيلا بعد كلكم انكم شاركتوا. كينج راغنر، بودا، بودا دي اكس، مهند، هيرو، موجو، كوازار، تركي، جيم، الكابيتانو، سلمان، جي تايجر. شكرا شكرا كلكم على حضوركم وعلى على مشاركتكم في البطوله. بصراحه انا سعيد جدا باللي قاعد نسويه في القناه، سعيد جدا بالدعم اللي يجيني من جميع الناس. صراحه الدعم معنا يعني جدا جدا كبير جدا، واشكر بعد الداعمين علي على تويتر وعلى شو اسمه تويتش وعلى باتريون. شكرا جزيلا كلكم. للي حاب يدعمني على سواء كان دعم مادي او على باتريون، طبعا باتريون تجي بعد فيه خدمات، موجود تحت رابط باتريون ورابط الدعم الثاني. فللي حاب يدعم، والله يكونون يعني كثر خيركم جدا كثير، وان شاء الله مجهود حقنا ما راح يقل، راح يزيد كل مره ان شاء الله بدعمكم الوافي. فشكرا شباب، ان شاء الله معنا بطولات اخرى قادمه في المستقبل. الاسبوع الجاي بناخذ راحه، ما راح نسوي ولا شيء الاسبوع هذا، بالعكس راح ارجع بعض السلسلات القديمه مثل وايس لتويتر، مثل سلسله اللاعبين، يعني بتكون ان شاء الله باذن الله يوميا احط في فيديوهات. واللي حاب بعد يشوفني العب العاب ثانيه، ترى العب اسوي بث تقريبا كل يوم يومين، اسوي بث العاب ثانيه. فحياكم الله، حياكم الله معنا. شكرا يا شباب، الله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.